تم نفي الفكرة فيما بعد واتقال ان احنا ما طلبناش تأجيل المباراة. نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. كلام على فكرة تأجيل ماتش النادي الأهلي. نادي الزمالك ما عندوش مشكلة انه يلعب ماتش الأهلي او يلعب اي ماتش، بس هنا السؤال يا جماعة، الزمالك عنده 3 4 اصابات منهم صليبي، وعنده ماتش مصيري مؤهل لدوري المجموعات، وفي نوع من التحدي وفي نوع من الضغط العصبي. هل الزمالك مش مطالب امام فريق زي النادي الاهلي يكون اللعيبه مركزه وهيكون في نوع من الضغط العصبي؟ ايش انت ايه ضمانك ان انت يوم 19 ده ممكن يتعور لك لاعب او لاعبين او ثلاثه، واروح ماتش السنغال من غير اهم لعيبتي؟ فريق اول مره يوصل للمرحله دي في البطوله، وبنتكلم في فكره ان عندنا اصابات، فمواجهه النادي الاهلي قبله قد تربك حساباتنا. طيب احنا بنتكلم في الوضع ده، طب لما نروح للادوار الاقصائيه او المتقدمه هيكون رد فعلنا ايه؟ طب عايزين نستشهد وكانها واقعه مماثله. النادي الاهلي في 2010 خسر من الاتحاد الليبي في ليبيا 2-0، فرجع بعدها لعب مع الاسماعيلي يوم 3-5 في الدوري وتعادل 1-1، ورجع لعب يوم 9-5 قدام الاتحاد الليبي وكسب 3-0. هنا الثقة في ان انت تقدر تتخطى اي عقبة، والترويج لاي مؤجلات السنة اللي فاتت عرضناها يا احمد واستعرضناها قبل كده ان كلها كانت قهرية. بالتأكيد، وده يعني سبب تأجيل مباراة الزمالك والمقاولين ما نقدرش نتكلم فيه، لان بالفعل مباراة قبل المباراة اللي اتحددت بيوم قهر. وكمان ممكن او مباراة الزمالك وإنبي كمان تبقى قابلة للتأجيل لو الزمالك خسر أمام جنسون أو وتحول لدور ال 32 الثاني في الكونفدرالية، فأعتقد برضه هيتعرض مباراة المحلية مع المباراة الأفريقية، وأعتقد ده تأجيل مفيش كلام عليه، خاصة إن إحنا ناس منطقيين في طرح الأحداث، وكمان في اتساق مع ذاتنا، ومفيش كمان تضارب تصريحات هنأجل لا مش هنأجل، أو التأجيل مفيد أو التأجيل مش مفيد. تعالوا نشوفوا كمان تضارب التصريحات بين الكابتن خالد غندور والكابتن أو الأستاذ أحمد جمال في موضوع التأجيلات، ونشوف فيديو للكابتن خالد الغندور ونرجع نعقب عليه. ديك حتة حلوة؟ مستشار متواضع ده مش سهل والله العظيم. اشمعنى؟ مش هقول لك بس الحاجات اللي هو ايه؟ هو بيعرف كل الهوى. بص هقول لك على حاجة بره الهوى تمام؟ بس هقول لك كلمة واحدة. مستشار متواضع منصور بتصريحه وضع سيستم طبعا لكل اللي جاي بعد كده، مفيش مخلوق يقول له عايز اجل، مفيش مخلوق فيكي يا مصر هيأجل ماتش بعد كده خلاص. عارف انت لو عندك ماتش نهائي افريقيا نهائي دوري الابطال بعد يومين مش هأجل، هتلعب طبعا اهلي زمالك اي حد، ما في قاعده ممكن. وده اللي احنا عايزينه، وده اللي احنا كمان عايزينه، بس احنا عايزين نلفت انتباه كابتن خالد ان في كمان لوائح بتقول او استعراض من لجنه المسابقات ان المباراه اللي هيكون مقامه في مصر معاك 3 ايام قبل المباراه او بعد المباراه، والمباراه اللي هتكون خارج مصر هتكون معاك 5 ايام باستثناء النهائي هيكون 5 او 6 ايام او كمان حسب الظروف وقت المباراه. فده كلام بس عشان نتكلم في القصه ان انت ما قريتش كويس اللي قالته لجنه المسابقات، لكن الاهم ان الكابتن او الاستاذ احمد جمال رد تاني خالص عن موضوع التأجيل. انت طبعا مع ان فكره ما فيش تأجيل نهائي، طب تيجي نسمع الاستاذ احمد جمال قال ايه. اتحاد الكوره يمكن طلع قرار ان مباراتي المقاولون العرب وانبي في الدوري المصري سيتم تاجيلهم. طبعا النادي الزمالك على طول بعد مباراه النادي الاهلي هيلعب يوم 24 اكتوبر مع نادي جينيراسيون فوت، واعتقد ده بيوفر لنادي الزمالك بشكل كبير جدا سبل الراحه وسبل التركيز ان هو عنده مهمه افريقيه، وده مش عيب، ده لما بيحصل مع النادي الاهلي احنا بنقول للنادي الاهلي ربنا يوفق النادي الاهلي في بطوله افريقيا. لا يا استاذ احمد انت ما كنتش بتقول كده، ده انت عملت حلقات وحلقات عن فكره مؤجلات النادي الاهلي، فعشان تيجي تقول دلوقتي كنا بنقول ربنا يوفق، احنا اللي من هنا بنقول اهو ربنا يوفق نادي الزمالك. يا ريت يكون في تنسيق في التصريحات ما بين الاستاذ احمد جمال والكابتن خالد غندور. نطلع فاصل، هو اطراف اي حته، لان الفقره الجايه ريمونتادا.